شكل موضوع أهمية الثقافة الغذائية محور اليوم التخصيصي الذي نظمته شركة سوبي المعروفة بمنتوج كسكس ماما، وذلك بمناسبة إطلاقها منتوجها الجديد كسكس القمح الكامل تثميناً للمنتوجات التقليدية. ماما مع الاسوسياسيون تاع مع جمعيه يعني الامراض السكري وجمعيه يعني لابوغاتوار داناليز، درنا يوم يعني لتحسيس يعني باش ننبهوا ونحسوا يعني المستهلك الجزائري وخاصه المريض بالسكر، يعني باش يعني نعطوا له ان برودوي اللي ينجم يعني يساعده باش يعيش مع المرض تاعو. فاليوم ماما راهي تخدم في منتوج يعني كسكس او بلي كومبلي، كسكس شعير اللي يعني بيرمي يعني تغذيه يعني صحيه، فهمت كيما نقولوا اون دون دو بون اي دو بيان. المناسبه جمعت المئات من المواطنين في ساحه كيتاني بباب الواد، وهدفت الى عرض منتجاتها الجديده الى جانب تقديم معلومات صحيه حول مرض السكري كخطوه تندرج في اطار عملها في نشر الثقافه الغذائيه، والتي اشرف عليها مجموعه من المختصين بحضور وجوه فنيه شاركت المواطنين هذه الامسيه التوعويه. كسكس القمح الكامل يعني تساعد يعني تساعد يعني عمليه الهضم، وتساعد يعني خاصه تنقص من لو تو دو كوليسترول في الدم، وبالتالي ليفيت لي مادي كارديو فاسكولير. فيما يخص السكر اني البيرمي يعني الديمينيو لا لابسوربسيون تاع السكر، فبالتالي ينجم يستهلكها بلا ما يضر نفسه، وخاصه انه الطبق يعني الوطني ما كاش طعام ما نجموش نستغناو عليه. ويعد كسكس القمح الكامل احدث منتوج لمؤسسه سوبي، والذي اكد بشانه المختصون الغذائيون منحه للمستهلك فوائد القمح والنخال معا، مع ضمان هضمها سريعا في المعدة والأمعاء. وبفضل تأثير الألياف على عملية امتصاص الجلوسيدات، فإن تسكير القمح الكامل يسمح بتنظيم أحسن لنسبة السكر في الدم.